كلهم معنا وناكسن دلاحان تيم باك خيارتا هودا نقل حيني داي ومركلي يبرامج كاني فاقدا دوار ركا قضب بضاد وراركينا كما غلي دون تان وحاكم ذا دقا اللاد وعلوس فراحا لقاقا قبتايا يا كسعونا يا دقان كاحمارا دقارا هانا لولكا حد كدعا فانا او دقان نخور ليسكو بلاني سيمنا تريقا دالكا يتوبيا او راحا راحا نسكو ديبايا دي سببا او وجاي سو وراركي ابي دقو عصلا دولادا يتوبيا وسو وجاي حالا داد وادقا ناسيريد شركي حسبيغا بي بي وقبيا هامبا قلي مالبي واتكا بي بي ووارقتا وقتيغان اناي قلايسو خطرتي ابي دي قوحو سرايد كلاشيك وينو سوكالا نحا قلاي سراكيشو وصرسي حسبيغا تلادا عيه دلودا يتوبيا اقوانيهان كا دلكا يتوبيا يا وصو جدي ريزل وزارح دلكا يتوبيا دكتر ابي احمد ان ديغا ندا بوتلان سومالنلان لو أقول صدق أنا كم إذا إيطاليا لقو صدر إيطاليا يلو أرنت أسيء إنه قرا يصدق لان كله ما حد كوكتا يهوك حد كوا عرس يوري قل قلايا لو ما لا أيها جدا الصومالي كوا جهن قبل يهان بمجالو إنك ووين الدجان كصومالي دكتور لو را ولا دك هاي الصومالي وجدل يزوم هاي تاي هوشن أو خطر وين كوا قبل يهان بومد الصومالي ده دجان كصومالي ده حزبية المعارضة سوينا يا وقد جا يا مولي وحكا سعر يا ناسيرات دكتا يا وتاغن شعب كديان كصومالي دا الله باقيو إنا نقدا كواس كدوبا قبل هانا وحان آيه هذا كترجمين إنا نمرنا نقبلن سيدو كلا حسن شق محمد مدحوين أها دلك الصومالية أيا لو وشا غينو قبل هان بكوفا شلمي حبسا من زعوتكي دلك الصومالية دورشان القوفي عوتكي لو سوينا قبل هان بتان لدى يا لويا لولا مانيا حكر رزمي أيا إنا هنا وحكا سعونا يا حرادة حرامة اقب يا عمالا دهو بيش اللي حد قضبا داسي يا قضبا كلاو فافا سنة يا وركي انكو يغينا برامج كاو حيقلا قيب قليا ساحيب كاي فروقد فروقد وصودو حرادة دلك إثوبيا ويسكا عكران تاي وادل عراداد وادل بأي اقب يا عمالا ديكال وداني بربور كايو عكسار جحكز تا حبادا يا كد عيس وحيابا لأياب كلاو حاوة فارو اللهور استاقل اياي لوك وقبل أنا نسكوب على الناس إذا كدولة وصل رح رحنا وسدي بيجي إما حكى لص عنا دجال في كده ما يفاني يوم لتر يوتيوبيا شنو أديات بدو بعد ستة هاي حالة دور يوتيوبيا سو ماريدو هل كم من معنا والبكالة سعود سينا ودي ورر كي وجود بيجي وحيا بحد حيسة على وربهين يوتيوبيا يجود أهم بكو مذا حبنان عالم جو أي تبين يان شنو وحكى بده إن مكي فارعها أول هري وحن لسعوني إن مجروي كما تبع يشيد يو محن كده هاي دكانه قال رهاس تقو أردن كحدود كالسودان أي لو ذا جان أه إن يجبي هم بقى عن تقول ده حتى وحي آدم كونفور قلبين إدل كيتو بيدن كأي كلو ذا جان بي آدم محاردة أول بقول أرمض رسوحيو جبي أهم بقول كاس إلى سجال دجمو يو قال إدل بي لو ذا جان dulkaasi waa dul istaraatiijiya waa dul ka xad kala wadaaga ee ba ku teedsan suudaanta qorshahana waa qorsho loo dajiyay oo dawlado far badan ba horta dhimanka dabada ka wada nimanka leeyahaydo faanada dawlado badan ba dabada ka wada waa niman la fiixay way qorshahooda niman la fiixay way marka nimankaas soo kaasi la wareegeen ciidamo far badan oo ciidamada kala ka yaa ciidamada Itoobiya ee meesha joogay ما أين اللينو وايدن ده باستراتيجيات بيسميير وحويان إذا كم حو دورة بعد قومي دو دورة بعد هذا وحلا اللينو يمشي رقريها بيك قادنا يا كتبنا وحويان بابورته وصل بيسارها يا مرك إذا ما فر بدن أو دولة هذا واحد جرت يكون عقاب يسوس سرعة الدجال المويدين محيطها مرك إذا ما دور ما دجال ما يا قارو وأرم وأرم ما دجالن تو قارو وبحبشة وايدنا لقط هوست كجبن يانو لما كفانا ليلا ده هوست كلا سعدان مرك حالة وحالة akiran weeye waana xaaladda hadda looga tashanayo gudiga amniga qaranka dalka Itoobiya iyo guud ahaanba waxa ka tashanaya xisbiga EPP hadda ka socda magaalada Adama ayaa laga tashanaya faansiga loo wajiyay lamaana garanay si loo wajoo nimanku dhaqaalana way heleen hub farabadana way heleen meesha abagadayaashi am xaaladu ay ku biireen dagaalka maxaad sugeysaa nimankii kanisadaha joogay ayaa ku biiray sababtuna waxa weeyaan kanisadihii baa laga duqeyay dagaalka markuu bilaabmay waa la soconay halkana ka tabinay intaas oo kanisadood oo amhaara ku taalay amhaaradana kanisadaha laga taabto ayay dawladdu duqeysay faanada aragashay dawladdu ma duqeysay markii ay nimankan ay ka dhex dagaalameen kanisadihii kanisadii baa la duqeyay afartan iyo shan kanisadood baa yaa dadkii joogay iyo qaysaskii joogay iyo kuwa ka cararayba yaa la burburiyo dhagta dhiiga loo diray wixii joogay
marka nimanka kanisadaha joogay rubaanta aha iyo odayaashoodi ba faana ku biiray dalgaradi marka maxaad fiirisaa marka أي أحمر اسك دفاعا والله ما في لا يو ونما كان أرمادا أو برحلة إن اسك دفاع كرا ما في لا يو نما كان جبهة إيه أول إيه للي إيه أي على غي على معلمه إن إلا تعلمان هاي إن معلم لا تعلمان وصورة قلوي وانقدر ما دام هب قومي أمريكا كرة تعلمان يعني لكن اسمه اللي أرمو ير يوين هذي مدوبان باي أم حارهور استاج كرا ملي هاي نما كان كل هوب عسر عن وين وطن دقارنا وين استان وين كاسيا سيسي أرمضة ويكمل الأدب شيء وأرمضة هي مركز السبر برديجو أم حاردة كده قال يهان سنة وكمل الأدب هاي مركز حالة دم وحالة وحويان إثيوبيا على الاسجرين يو إن إثيوبيا خطرت هو نيد أي ما أنت سوف وتصارتي ما دام وفانا دي لوم على لا يجي عدهر استاجنا اللي جرى لاي wa maasan tahay farqadu waa dhab xaaladda dalka Ethiopia aad bay u liidataa marba marka ka dambeysa Ethiopia god madow ayaa ku sii dhacaysa jiritaankeeda ayaa sii baabaya gabi ahaanba siyaasad maanta lagu midaysan yahay Ethiopia oo fadhida oo dadka qancin karta ma jirto waa kornelkan oradka iyo qoriga oo kaliya uu ka soo haray gabi ahaanna adduunka dhan ee ka soo xilmay caalamka dhan ayaa wada hadal inay Ethiopia barnaamijkeeda iska xana wada shaqeynteedii ayadoo xataa qaarada Afrika ray ururin laga sameeyay la sheegay inuuna abi la jaan qaadi karin siyaasada dhabta ee geeska Afrika ka jirta haddii la rabo Ethiopia inay sii jirtana inuu isbeddel degdeg ah ka yimaado xisbiga hadda talada haya sidaan ku soo nahay shirba oo socda adsa wa shirkaasi waa la dhaafiyay waxa la geeyay dhanka yar Nasiriyad iyo caasimada deegaanka Oromiya ayaa shirka la geeyay horta inay Ethiopia ayra dal siyaasadaha u fadhiyeen waxa ka garanaysa qoomiyad kasto oo qabsata dalkaasi waxay shirarka xasaasiga u urtaa deegaankeeda waxaan ogeyn tikray xisbiga EPRD markasta oo shir weyn u leeyahay maqalaya la tigi jiray koofiyad guudan ayaa la soo wada xir jiray maantana nimanka oromadaha koofiyada cagaaran iyo buluug ay u wada xirayaan xisbigii waxayna geeyeen Nasiriyad waxa looga tashanaya hadda wax heshiis lagu yahay ma waa wuxuu abi aamin xaqiis keen waa mid uu culays ku dareemay waa mid uu ku baroranaya gabi ahaanba xubnaha xisbiga uu leeyahay bal hal qof oo fikrad wanaagsan hadduu inuu jiro bar siyaasadiina soo gudbiya oo kursiga ku sii joogo laakiin waxaad moodaa dhammaan inay u arkaan Abiy Ahmed inuu qorshihiisa u shaqeyn karin sababtoo ah waxaad fashay fashay baa loo leeyahay Abiy waxaad fashay fashay muxuu falay Abiy wuxuu falay Abiy Ahmed kursiga markuu yimid ba inuu ka bilaabay anaa oromo aha anaa ciidamo malaayiin ah keenin kara anaa qol hebel abuurin kara laakiin waa la isbartay qol walba taariikh ay ku xusan tahay tikray oo lagu sheegay 3 milyan ilaa 4 milyan ayay Ethiopia waxba ka qaban wayday oo maanta waxa ka socda gobolka Tigray iyo isbeddelada ka dhacaya iyo gabi ahaanba Tigray oo ka shiraya inay Ethiopia ka go'ayaan dal madax banaan noqonayaan iyo inay iskaashi kale raadinayaan ku biiraan maadaama ay Tigray way ku yaalaan meel cidhiidhi ah oo aan la dhigi karo Eritrea iyo Ethiopia kale oo qoomiyada kale sida Afarta iyo Amhaarada ayay u dhaxayaan oo dal dee badna ama daris wanaagsan leh ma aha marka inay iskaashi badeed oo qolo ay ku tiirsanaadaan Tigray horta horey baa loo weydiiyo la yiri wada Ethiopia mad ka go'daan gobolkiin wad ka soo saarteen maxaa u daba socotaan oo deegaanka Amhaarada soo gashay madin Geetaajo wuxuu sheegay in ayna Ethiopia inay kala tagto ma inay ka go'ayn oo markay kala tagto ayaa go'ayn naabiin laakiin Ethiopia sayseysa kama go'ayno in anagu xukunno iyo in aan kala geyno marka qolo walba aan ku ogaano booskeed inay xaqiijisatay yaanu ka go'ayn naabiin marka Tigray hadda way arkaan baasha inay qasan tahay inay meel ay ka soo laaban doonto inay joogina way arkaan marka Tigray waxay ka fikirayaan war ma Eritrea raacna si dowlad gaar ah noqon laakiin waxay u badan tahay baa leeyahay Tigray inay Eritrea raaci doonaan sababtoo ah badlaan iyo daris wanaagsan midna ma haystaan dadku waxay ku qasbaysaa inay odayaashu tanaasulaan inay la dhawaan Eritreanka aan waan isleenahay aan baddaas ka wada faa'iideysano haddii doono aan iskaashi kale samaysanay laakiin Tigray way ku qasban yihiin inay heshiis galaan ayaga anfacaya farqad baan dib ugu noqonayaa farqadu weli hawshu way qasan tahay xisbiga BBna natiijo wanaagsan lagama sugayo waxay u badan tahay Abiy oo qori wata inuu haddana ka soo dhex baxo shirkaasi oo dagaalka hanshiisa ka sii wado marka waxay kugu muuqataan
هورتا الشركة النتيجة في علاقة بس ويو وحويان الشركة وانا لسوس عبيدي هدي بيه كوسم وقول يا هاي ديكتاتوريات ايو هنشباد ايو وحويان الشركة الكوي كوري يا ayee ba nooca ku hayeen ba dadkii ergadaha ay ka qayb galay marka hadda oo xaaladda Itoobiya qasan tahayna iska bada shirkaasi lama laha macna badan ba ka soo bixi doona laakiin waxa loo badanayaa in dhaw qodob hoos laga xariiqi doono koob in la dhigi doono faanaad midowno oo aan la dagaalano laba in la dhigi in la dhaqan geliyo maxaan ku dhahay heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya u dhaxayo si degdeg ah lagu dhaqan geliyo dagaal la bilaabo iyo in Soomaaliya dagaal lagu qaado inta ba ka soo bixi doona qoladan xagga tigreega iyo waqooyiga hadan dib ugu noqono nimankii eritreanka waxay qabsadeen xadkii ay la wadaageen hadii bay ku soo noqol yaa maxaarada iyo nimankan tigreega iyo ama Itoobiya midahda iyo eritreya Suudaan ay iska qabteen ayay ciidamo far badan kala wareegeen halkaasina waxa weeyaan ciidankii waxa la wixii hub iyo saarada haysta way kala wareegeen ciidankiina basas bay soo saareen oo dhanka ay adsab iyo waxay soo aadeen Itoobiyada kale soo aadeen arintaa Itoobiya aad bay uga xanaaqday walina si fiican uga maayna hadlin kulli dhanka Soomaaliya Itoobiya ku mashquulsan tahay intaas waa xagga waxa weeyaan gobolada waqooyiga ee Tigreega iyo Eritrea meesha iska qabtaan ninka siyaasada furqa ha ciidamada far badan ku soo daad gureynaya gabi ahaanba waqooyiga dalkaas Itoobiya oo loo maareeyay ciidanka Itoobiya xabad maridi karaan Tigreegana way isugu yeeyeen oo xaaladan waxa weeyaan ninka Gabrazion aha iyo Tigreega in dhawaalaba la dhaxadin iyo Masar ba ku dhax jirtay marka iyagu qeyla dhaar ma wadaan Peter Jureda oo asagu iska xabsi guri amooyaan waxa da qeyla dhaan wada ma jirto halkaasina waa budo gaar u toban weey waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha Itoobiya ina qarsanaynin nin lagu magacaabo Broke Hayle waa nin aqoonyahana oo laga wareystay kaliiba ma ahayn oo aqoonyahan farabadan asaga iyo ila saddex nin oo kale ayaa telefishinka qaranka ee dalkaas Itoobiya la soo fariisiyay Broke Hayle wuxuu sheegay in Itoobiya ay taagan tahay Itoobiya fursad Itoobiya inay taagan tahay marxaladii ay ku soo biiri lahaayeen Puntland iyo Soomaaliland u fursad hay Puntland iyo Soomaaliland marxaladii ay ku soo biiri lahaayeen wuxuu ku daray iyo waliba ka dhacay buuray Eritrea saddexda qayboodba waa xilliga la taagan yahay waa xilliga loo baahnaa buur in saddexda deegaanba ay ku soo biiraan dalweynaha Itoobiya waan garay waa Broke Hayle adahay waana qoonyahan oo Itoobiyaan adahay hay Soomaaliga dad waa aragtaa oo deegaanka baa sidoo kale daadsan tahay sidoo kale daadsan tahay nin Xasan Sheekh Maxamuud leeyahay oo aanu malayn in uu habaaran yahay oo Soomaalida lagu soo habaaray ayaa meesha u fadhiyay si kale geeynay inkastoo hadda war fiican qoladii ay ka soo yeedhay xalana fadhiday oo waxa Xasan Sheekh Maxamuud in laga qabto umada Soomaaliyeed oo halka war ka soo yeedhay anyway Broke Hayle wuxuu sheegay in dekedda Casab oo Eritrea ku taala iyo labada maamul goboleedba intaas in loo baahan yahay in xog iyo xeelad labaduba loo adeegsado sida ay ugu soo biiri lahaayeen dalweynaha Itoobiya Soomaalidu wuxuu leeyahay iyaga u heelan Puntland iyo Soomaaliland bayna ku soo biiraan dalweynaha Itoobiya taana xog baan ku gaareynaa buu leeyahay waan garsay marka kulli waa arrimaha way aad ugu farxaya weeye Abiy Ahmed oo asagu u heelan bagabi ahaanba in la yidhaahdo waxaas qabsanaysaan waxaas yaadiyaad hadii bay ku soo bogol yahay yaadiyaad guul ku gaareysaan Abiy waxa uu rabaa shirki waxaan jeedaa heshiiskii ama isfahamkii Soomaaliland iyo baalka u dhaxayeena Itoobiya waxa la rabaa in la dhaqan geliyo oo durba ay dhaqan geliyaan Itoobiya marka waxa weeyaan anagu waan burburay nala burbura Soomaali aan burburin oo nala burbura dad siyaasadii fahansan oo barnaamijka ka tabaysanaya na Soomaali baanta hoggaan uma hoolin Xasan Sheekh leeyahay oo dhahay baashan galgalaysiin cidiyana marsan oo maamul goboleedada intuu isugu yeero baashan galgalanaysi iyo Soomaalida isu keenayna meesha ma joogo waxa weeyaan in wax siif kala fogaayeen wax si burburiye mooyaan aqal kale adigu ma hayo iyo wax dhacay waan gartay marka umada Soomaaliyeed ayaa la rabaa inay horta ka tashato aayahaada iyo mustaqbalkeeda iyo ismaatiga ka tashada haday ka tashadaan waayaan sanguba laga sheegay boqolaal gudo gu oo dambe ee dib ugu caan dooraan ee buu gabay boqolaal gu oo dambe dib ugu caan dooraan ayay waxay Itoobiyaan ku soo wadaan ayay dib aayaheeda iyo maxaan ku dhahay urugada ay la jeefi doonaan Soomaalidu Soomaaliland baa ka ugaa waan garsoomaan tu saabto min sabagars Itoobiyaana ku biirto hayo Puntland ba oo nin Saciid Cabdullaahi Dani leeyahay asiga laftiisa la soo xidhay soo masiiba kala ayaa isagana ugu gol xaadhayo Itoobiya waxa weeyaan ma qabsanaysi iyo bidu budu Itoobiya saaxiib aan nahay wakaade balaayada ku sii daldalayso hayo marka barnaamijyadeena hore ka shakeyno lahayn Itoobiya Soomaali waxa u sahlay inay qabsato waa jawaasi Soomaaliyeed weey waan garsoomaa iyada wax ma garato oo sidoo Soomaalida aan ka turjumayno hayo marka umada Soomaaliyeed khatarta ugu weyn ee wajahayaan xilli Itoobiya ay sii burburayso hadda baabuurta ugu faraha badnaaba waxay taagan yihiin dowlad deegaanka Soomaalida waan garsoomaa
أي جبل من سومالي لامبا ما بوت لامبا بوت لامبا يبقى كين سومالي مهيران با أو مهيران با جبل كم جرنا يساي هير شبيلا ما نكي أها بالكي عبد العزيز لفت جرامة ويحيى أديل بس بحصده هي أفرف أربع بور بالربعين يلا الله صار رجع يلا صار رجع مركب حويان سومالي وهو كان عسر رجع إنه سكوب عبيا سكوب رجع يلا ربع أيه يلا ربع ما صار وصار نرجع تاي مريكان كوجودن بيا وحيكان وحيكان صحيح تاي إن أي هوب كعسر رجع دوان مريكان ومصر وجود تاي إن هدي أبي كوس ويقول لي النفط اللي كنت فاق كتر الصومالي ده أي بركة كلام ده قال مكره مركز الصومالي ده مرد وحين قلنا نحن هدوس إلى هاي وح كأب فرج كلا أفرن وفرج كلا هاي وبحنا إن الجلجلين ده قلنا قدنا توع حصل شيء يصير سيد حميد يصير يوتيوب يضرب عيلة إن هالكاس أكوبه بردون إيه وما حسنتها يا فرق كده سيدو كان لفت جرن وما الحينها كفرق بيت الصومالية وبين كل هذا وحوف شيء إن يوتيوب أبغى روح يان إن اللو بدونين إذا ما بدنا أقوله برين كونفرنس البيت أبارك إثيوبيا وش يعني سبعية؟ والله إثيوبيا وحان أمد الصومالي الكلاجين تودا يهوب وحان هين وأبار لوجوك بكرهات السيد وما شفت لا ولا عندك كانت أمد الصومالي إني كلاجيسو إني كلا فقوقه إيه إن هدية به يكون سمو وقولي هوب أي أمد الصومالي سكول لس إني جيس إنت أم بيجيس عبد العزيز لفت الجرين وخلدني هاي حكو خلدني هاي وان عرقنا حسن الشيخ محمود يدور ديسو إني خلدني هين وان عرقنا وقول رأس أمه هيلنا إنه لكن وحويان حسن الشيخ محمود يدور دولة حمديس يكرجين ومضى الصوماليات يسوق مدحونه الجمهورية ده كمان دقن عبد العزيز لفت الجرين إنه أجر عم حاره هذا هو حسن الشيخ محمود ينذام كيس حن الله دجال ما يه أيال حضنا الصومالي نمدي ودنيه دي إلالين كرتا أيال إلالين كرتا مركب كمان دقن إنا أوجت نازل شو حسن الشيخ محمود بلنا دجال سر هاي بعدين توبيان وغبير وتوبيان وجرين وتوبيان ومضى الصومالي معانيني كمان دقن وأهل خلا ذوي حسن الشيخ محمود يدور دشون وحكوس عين سفارة دي بقولش قينس دبلوماسيين تبع شقيني إثيوبيان أي ويس بشقينس وحاسبو خلدين وإثيوبيا لا دجال سنة هاي حاجة إنه وحويان عبد العزيز لفت قريبا كو أيدينا يا تحسنا وحويان ومضى الصومالي خلادات كلا جل هاي وين أرتش وحنا نقول له ومضى الصومالي إلى هاي بوجود هوسوس وجيده وحمان تهرمود كواه ووح وحويان الفتاة أرتوي لكن إيه فرق ذو الصومالي ذا فرصة به استعمل لي هاي الدون كون أمبا يا وذا جدنا والله الصومالي ما أنتوا مالك هذي إثيوبيا dalk Soomaaliya lagu burburiyo ama lagu cabsiyo oo maartay siyaasadda loo adeegsadeena waa dalka arteed dhabarka loo jeediyo siyaasiga Soomaaliya maanta jooga hoggaanka ugu sareeya dalka muu carabisan yahay in ummada Soomaaliya jacaylka adduunka way uga faa'iideeyo uma carabisna hey hadda waxa soo baxaya in James Wan iyo qoladii Atmos iyo qoladii maxan ku dhaa Mareykanka ay Xasan Sheekh Maxamuud u sheegeen in doorasho qof iyo cod ayna ka sheekeyn galeen dalka Soomaaliya hey xerada xalana lagu qaban doono doorashadii magaranaysa dad badan lagu qaban doono waana arinta ay mucaaradka iyo muhaafid soo dhaweynaya xasan sheekh maxamed aanu shubku rabeen halkaas ku fashilmay kibaam uu fashilmay uu fashilmay xasan sheekh maxamed markan nin ka turjumaya umada soomaaliyeed ma soomaalidu waxba isku ma diidanaba hada ninkan cabsiil abdullahi dani iyo muuse bixi oo la leeyahay waa ninka ugu fog iyo ninka la yiraahdo iyo cabdiciis lafta garan waan sheegay haduu xasan sheekh maxamed tu suu yar u dhawreene ورمحا إنه كلام مقن ميا لينو كلا ترشوا هي أرتوا سؤاله لينو ما كلا ترشوا هي بل محا إنه كلام مقن حي محا هي إنه كلام مقن إن إسويديا أرن واحد إذا كمل هي دولة الفدرال كصومالي واحد معام أول حين بنانك أجا مرة نمجو إذا كن واحد حقوق أول حينين بنانك إذا كمرينا يا صومالي نمدي يونا جي ولا نمدي عن كش قيلو وطبعا كنا يعني العلم بنانيس بنانيس إذا دولة الدحى أو ذا تاجره مرة هاي وحور سعيد عبد الله دني إنه ماشى كثور ولا عكس ده عمل إنه كبحي دور شدة قفي عودك هذا معام كصومالي معام الكبوتر هاي قبينا جين دور مليون بكبحي ninkii ahaa wuxuu u yeedhayaa maxaan ku raadiyay diyaar u yeedhayaa oo magaalada Muqdisho jooga Cabdiciis Calafta galay waxa weeyaan qoladii baarlamaanka iyo group ku hubaynaya yaani Xasan Sheekh Maxamuud baa wuxuu ka shaqeynaya sideedaba kala geynta ummada ee soo koonidoodi kama shaqeynayso marka waxa weeyaan ummada Soomaaliyeed waa ummad aan islaahay way falan marka hadda wax laga hadlayo la leeyahay jeendada xalane ama dhaho xayndaab xalane ayaa ka dhacay ku dhacay shir baa ma magaalada la keenaya amnigooda had ee damaan qaaday amni Atmos dowladda federaalka waxa laga ma weydiinayo taa waxaan soo dalbay ayo yaa kula ma dal maal kasta halku ka yimid in joogo walaal wax looga shaqeynayaa doorashada dadban sidii loogu qaban lahaa xasan sheekh maxamuudna waba loo sheegay halkaan waa lagu cilaaminayaa Soomaali waxay aadi doontaa doorashada dadban xasan sheekh maxamuud oo hal maalin kuma dirsan kartid
دلك الصومالية دراب بدن بالجلي يهي وما دي الصومالية إنه وتسيكر جيس هاي مركا حسن الشيخ محمد بن ربع سي ترتيبه إن ما يش دلك الصومالية لغة نحن هي ما دام وخطر أسيب وكل هاي وين جرس وكا الحوش واساس بعد هذا الصومالية ولا تهم برام تيجي شجرين ملفوق نجارسية كرسي جابن أي الله سكوه ولا فدي حسن الشيخ محمدنا حد ميدا جبي هم وقت جيس إنه كله مية وكليها ما أرتى سياسة جرعان أن مال لوس عنه برام يشون حتى وحدود باش عالم حيلين حالنا أيام كمر تقدم ما هم من قبل هذا حال قبل هذا يا جبي هم بس دور شدة بن برام كذي لو بالله بينها حسنا أرتس والجو على ذي برام شجع كريم يلفق نجارسية أنت برام كم برام كريم ده كل مدونه سرعينا بتكلم